حمولتي. بواحد الكونفيتير ديال التمر بلا سكر. اها ايه. انا جوج كيلو ديال التمر يكون معسل. اها. كنحيدوا له العظم وتنقطعوه على النص. انا جوج معالق كبار ديال عصير الحامض. انا شويه ديال القرفه. انا راس معلقه صغيره ديال القرنفل مطحون. والسيده كتنسم باش ما بغات، يعني ممكن تزيد ما زهر ولا فاني ولا مهم على حسب داكشي اللي بغات. عندنا نص لتر نتاع الماء بارد. نمشيو للطريقه. تفضلي. كنخلطوا جميع هاد المكونات اللي عطيت. شي نجره تكون ثقيله يعني اللي ما كتلصقش. على نار تكون طوسطه. وحنا كنحركوا بين الفينه والاخرى، ملي كيطلع لينا ديك الكشكوشه كنحاولوا نحيدوها بشي معلقه. نبداو نهزوا ديك الكشكوشه اللي كتطلع واخا. وكنخليو هاد الخليط هذا واحد تقريبا ساعه الا ربع، وحنا كنحركوا ملي كيبان لينا راه طاب. السيده الا بغاتو مازال يكون ثقيل كتزيد ليه واحد معلقه صغيره ديال النشا مذوبه بشويه ديال الماء. او تخلي حتى كي الا بغاتو السيده هكاك صافي كتطفي عليه وكدوزو في اما في ديك الطحانه ديال المطيشه ولا كتخليه هكاك. وفي الاخر كنزيدوا ليه واحد المعلقه ديال زيت المائده، هذه غير اختياريه باش كيعطيني لنا داك اللمعان. واخا نفس الشيء كنديروه للشريحه نفس الطريقه. بنفس الطريقه بالنسبه اللي بغاه في الشريحه راه نفس الطريقه، غير الشريحه كنرطبوها في نص لتر ديال الماء قبل، يعني كنرطبوها في الليل قبل عاد الغد ليه كنردوها طيب. واخا يعطيك الصحه.